من المشروبات الساخنة المفضلة لفصل الشتاء هو السحلب، هو مشهور جدا في الدول العربية. سويت لكم إياها بطريقتين، إن شاء الله يارب تعجبهم، ولكن في اختلاف بسيط بالمكونات. الطريقة الأولى وهي السهلة، نذوب ملعقة نشا وملعقة سكر، تبون بودر تبون عادي، مع كوب حليب ونص ملعقة صغيرة من مطحون المستكة مع السكر، ويصير نستبدل المستكة بالفانيليا البودر. نحرك على البارد، بعدين مع التحريك المستمر على الغاز ننتظره بس يغلي غلوة واحدة، خلاص نشيله ونصبه بالغلاس. وهذا راح يكون قوامه ثقيل، نزينه بجوز الهند والدارسين اللي هي القرفة المطحونة. الطريقة الثانية تختلف، احنا راح نسوي بودرة السحلب. نحتاج حليب بودر وجوز الهند وسكر بودر وكريمة خفق بودر طبعا، وأيضا نحتاج النشا، ونحتاج أيضا طحين الرز اللي هو طحين العيش موجود في الجمعيات، وأيضا نضيف ملعقتين سمسم محمصين طبعا، وأيضا نحتاج المستكة مطحونة مع السكر، وتقدرون تستبدلونها بالفانيليا البودر. نخلط المكونات مع بعض كلهم ونحطهم في شيشة أو برطمان في الثلاجة طبعا لحين الاستخدام. الحين لما نينا بنسوي السحلب، كل كوب حليب راح نحتاج 3 ملاعق كبيرة من بودرة السحلب، إذا تحبونها خفيفة، إذا تحبونها ثقيلة حطوا 4 ملاعق. نذوبها على البارد، بعدين نرفعها على الغاز نفس اللي قبل، ننتظرها تغلي غلوة واحدة مع التحريك المستمر طبعا، وراح يكون هذا قوامها. شوية هي خفيفة، إذا تحبونها ثقيلة زيدوا البودر. نصبها بالغلاس ونزينها بجوز الهند ومكسرات اللي تحبون، أي نوع مكسرات وكشمش تقدرون، وطبعا آخر شيء اللي هي الدارسين المطحون. لذيذة وأنصحكم تجربونها، وسهمكم العافية.